الملابس زارا جوتشي لوفيتون بيربري برادا أسماء براندات بالعالم محتلين العالم تقريبا وعملين هوس للناس بس بتعرفوا من وين إجت أو كيف انصنعت؟ Assalamu alaikum. So when you see made in Bangladesh jeans, you know where it's coming from. We are one of the largest jeans manufacturing company in the world. من هون؟ من بنغلاديش. كل الجينز اللي بتلبسوه بالعالم جاي من هون، بنغلاديش. We do roughly about 50 million pieces of jeans every year. Okay, إخوان هذا العالم مش طبيعي، بنغلاديش هي مش طبيعية. اليوم وصلنا لبنغلاديش ثاني أكبر دولة مصنعة ومصدرة بالعالم للملابس بعد الصين And right side you can see all the factories and all the top factories are there so clothing made in Bangladesh most of them from are here طلع كل زارة بتشوفها بالعالم H&M, Nike, Adidas من هون جاي Chittagong is the main port city and one of the most ancient hub for the shipping This is the largest EPZ export processing zone of our country So economical backbone of the Bangladesh Wow هذا مش يعني fake brand, no Right? It's a real brand Real brand, yes, yes هم البراند كلهم بيجوا هون لأنه هون العمالة أرخص كل براند هون زارة تلبس من هون أي هون The environment is also, it's not very hot, humid It's very comfortable working here, you know It's very hot outside But air conditioned Yeah, we have a very good air conditioning, natural air ventilation system هي صارت كوارث كثير زمان بسبب أصحاب المصانع كانوا يستغلوا العمال واحدة من القصص ب 2013 هذا صاحب المصنع في مدينة دكا بنى طابقين زيادة على مصنعه بشكل غير رسمي خلى المصنع يوقع ويموت أكثر من 1000 شخص There's been another horrific incident at a garment factory in Bangladesh Officials discovered cracks in the building yesterday But workers say they had no choice but to go in Building safety, worker safety بس الأمور كلها تغيرت الآن هذه المصانع الآن تغيرت صاحب هذا المصنع في مدينة ثانية اسمها شيتاغون رح يشرح لنا أكثر اوكي هسا انا اللي فهمته من المكان هذا انه هذا المكان هو الجانب الايجابي في مصانع ثانيه بتستغل العمال يعني صاحب المصنع بخاف الله يعني هيك بتنحكى ارباح بنغلاديش من صناعه الملابس 34 مليار دولار سنويا واللي بخليها رقم 2 بالعالم بعد الصين We manufacture Zara, H&M all high street retail brand and they are proudly made in Bangladesh across all five factories we have 30,000 workers people working with us أكثر من 30 ألف واحد بيشتغلوا معاه. We produce about 50 million pieces of jeans every year. 50 مليون. This brand, you take it and you send it to the brands in the world. Of course. They are our main customers. So all the jeans that you see in H&M, in Zara, in American Eagle, all made in Bangladesh label. You see, it's all coming from here. So that's good. You give opportunity for workers to work. Absolutely. And most of our workers are women. So it's a women empowerment. So this is a lunch break. هذا طابق كامل للتقطيع. كل طابق مخصص بشغله. أنا عمري ما شفت مصنع يعني الملابس أوتو كاتينج طلع هاي بليزر قاعدين بقصها فصار عندهم تكنولوجي تسهل حياتهم يعني مدعومين هذول مش عارف مين صراحة بس This is a testing lab They'll do a tearing strength test So هذا اللاب اللي هون
داخل المنطقة كلهم لابسين زي هيك زي الدكاترة، وإيش بيعملوا؟ بقول لك هاي غرفة الفحص عشان يعرفوا إذا هو بمزع ما بمزع، إذا في مواد كيماوية ممكن تضر ما تضر. تتخيلوا كم واحد، وبقول لك هاي موثقة من منظمة أمريكية تيجي هون تتأكد إنه ما راح يضر. The graph shows how much newton of force the fabric can take. You have to make sure that the jeans you're wearing they don't tear. It doesn't tear like this. أنا جدا ممتن، يعني ممتن للناس هاي كل مرة هون تشتغل، تارك بيتها وجاي تشتغل هون عشان تعمل الملابس. هذا المصنع بتحسه مدينة زي ملعب كرة قدم، عدد الناس فيهم مش طبيعي هون، يعني عدد كبير. هذا مصنع واحد من آلاف المصانع في المدينة، غير تركيا ومصر والمغرب كمان والهند وباكستان. بنغلاديش رقم 2 في العالم بتعملوا ملابس بعد الصين، رقم 2 في العالم. هون احنا في محل موجود اغلى البراندز في العالم راح تلاقيها. You name it, there's Burberry, there's Gucci. فكل شيء راح تلاقيه هون رخيص قبل ما يتصدر لبرا. عشان تتعلم الثقافات وتكلم ناس حول العالم لازمك لغة إنجليزية. اليوم كامبلي بعتولي على بنغلاديش لنصور لكم الفيديو هذا، وراح أحكي لكم ليش كامبلي. كامبلي هو أفضل مكان تتعلم منه اللغة الإنجليزية عبر الفيديو ومع معلمين، وهي لغتهم الأم، وعلى 24 ساعة تكلم بدون خوف مع وجود خاصية الترجمة. دروس مسجلة للمراجعة والتحميل، وهي أكثر ميزة حبيت. وحاليا هدية منهم عاملين خصم 60% على باقة 12 شهر و10 دقائق مجانية إذا استخدمت الكود 60 with Joe. مناسبة بلاك فرايدي، يعني هاي أقوى عرض السنة. وخلنا نكمل الفيديو. بدي اشتري لي كمية. Outside this is $800. Really؟ انتوا أكيد بتعرفوا هالأشياء، أنا ماليش بالبراندز، بس طلع هاي هون، هاي اللي بتنباع بالمحلات نفسها اللي بتشوفوها في كل مكان بالعالم، إن كان في دبي، في باريس، نفس البضاعة، نفس الماتيريال. هون بتنباع ب $20، يعني هيك يعتبر بالنسبة لهم غالي هون، ولكن هناك برا ب $300-$400. طلعوا الفرق. Bro, being humble is nice, right? Yeah, bro. Feels great. Yeah, طالع باريس حاسس على الفاشن ويك كل شيء. ليشك؟ It's so good, man. Good. Damn, which brand is this? Burberry. Bro, okay. I look like a movie. إن شاء الله يكون عجبكم. إلى 10 مليون. بنغلاديش. Thank you. اوكي تقريبا خلصنا اخر اشي سويناه. فاتورة طلعت $1000، يعني كمان عني وعن الكل. Don't go to Paris, come to Bangladesh for shopping guys. الجينز حط صورتي على الجينز. Thank you. Yeah. Thank you so much brother. تعرف ليش طبعها؟ بس ممكن يوم الايام تشتري جينز تلاقي صورتي عليه. انا اسف اذا لقيت صورتي يوم الايام.